فاطمة محروس نجمتنا بقى الكبيرة في الميدالية الفضية في رفع الأثقال وزن 67 كيلو جرام. منورة منورة وفرحتينا. كنا بنتفرج عليكم في الماتشات ويعني وانتوا كده بتشيلوا الحديد بنبقى احنا كلنا يعني وراكم بتشيل معاكم. شرف لينا يا فندم. ألف مبروك طبعا منورة. وكابتن صفاء كمان نجار يعني منورانا ميدالية برونزية في وزن 79 رفع أثقال سيدات. يعني منورينا ومشرفينا دايما واحنا احتفلنا بيكم وانتوا هناك يوميها وعملنا اغاني وعملنا حاجات حلوه بس انتوا ما تكونوا معانا في الاستوديو بقى دي بتبقى حاجه بالنسبه لنا اكبر يعني. فنبدا منين؟ ليديز فيرست. ليديز فيرست. نبدا بفاطمه. انا عايز ابدا معاكي بقى مش زي انت خدتي الميداليه ازاي، انا عايز ابدا بدايتك واللي انت تفكري تلعبي رفع اثقال يعني احكي لنا قصتك كده بشكل مختصر. انا وانا عندي 8 سنين ونص كنت ماشيه في الشارع وقابلت المدرب بتاعي كابتن سمير جباره، طبعا كل الشكر ليه ان هو وصلني هنا. قال لي انا عايزك تلعبي معايا رفع اثقال. طبعا ما كنتش عارفه يعني ايه رفع اثقال. والدتي الله يرحمها ما كانتش طبعا عارفه اي حاجه، بس والدتي كانت بتحب رفع الاثقال الاسباق جدا. يعني هي من بتستنى الاولمبياد بتاعتها. والله بتحب تستنى تتفرج على رفع الاثقال. لا رياضيه يعني. هي مش رياضيه بمعنى كده، بس هي بتحب تتابع رفع الاثقال بالظبط. فشفناها ان هي فرصه من وانا عندي 9 سنين بدات اتمرن. مش عايز اسالك انت عندك كام سنه دلوقتي؟ بس انا 24 سنه. عادي. يعني قعدتي 15 سنه وانت عندك 9 سنين بالظبط. بس 9 سنين رفع اثقال دي مش بيقول لك الاطفال في السن ده يعني بيبقى صعب الاثقال عليهم تاهيل. بس اللي هو ما كانش برضو انتظام لان كان عندي دراسه. وبعد كده برجع تاني النادي وبعد كده دراستي، فما كنتش منتظمه جدا. جت بقى 2013 دخلت اول منتخب ليا كان كتدريب يعني ان انا ابقى في وسط الابطال موجوده معاهم ناشئين. طبعا رقمي ولا سني كان يسمح ان انا اسافر بره، فدي كانت تجربه ممتعه طبعا بالنسبه لي. 2012 بدات اول بطوله ليا محليه. الحمد لله انا كنت ذهب ناشئين على مدار فتره كبيره لحد 21 سنه فدوليا ومحليا. وبعد كده اول منتخب ليا كان 2017 دبي، عملت فيها ذهب ناشئين وبرونزيه كبار، ودي كانت اول 2 ميداليه ليا في حياتي دوليا. ومن ساعتها بقى كنت ذهب بطوله العالم وذهب افريقيا بارقام طبعا مختلفه لان انا كنت بكسر ارقام. بتكسري ارقام. وبقيت بطل ميزان 61 ناشئين قبل ما اسيبه يعني. ايوه. وبعدين بقى خلاص طلعتي بقى للكبار. بالظبط. مسابقات السيدات الكبار بقى. لعبت في 61 برضو كبار لحد طوكيو 2020 كنت رابعة. الحظ ما حلفنيش يعني. كان في كورونا الدنيا ما كانتش مظبطة. وانا كان عندي 21 سنة وقتها يعني. كنت لسه صغيرة. وكان في وقتها كان ماتش شرفي ليا بالنسبة لي يعني. الناس كلها اتكلمت عنه بطريقة كويسة ان هم شافوني ان انا عندي عزيمة وإرادة ان انا انافس، ودي كانت أول مرة انافس مع أبطال عالم. طبعا. منافسة شديدة بالظبط يعني. وبعد كده رجعت تاني عملت بقى سادس كبار لان انا كان لسه فتره من طوكيو بطوله العالم قصيره جدا. فما يعني ما عرفتش اهل نفسي لحد ما لعبت في 67 عملت 2 ذهب في 67 ورقم افريقي في اسم 135 ولحد باريس الفضيه. لحد باريس الفضيه. كان ناقص لك قد ايه على الذهب بقى الفرق بينك ومين اللي خد ذهب؟ صينيه اكيد. الصينيه. الصينيه. انا كنت مصابه قبل الماتش بثلاث اسابيع. ف الاصابه كانت ايه بقى؟ كان عندي قطع جزء في الوتر وزاد مع الوقت. هنا كده. وزاد مع الوقت فانا كنت بتعالج في باريس اصلا يعني. انا من اول ما دخلت باريس بداوا ان هم يشوفوا ميديكال فين، عملوا لي رنين جلسات حقنوني هناك كمان يعني. دي كانت تالت حقنة ليا. عشان يعني عندك قطع في الوتر وبتشيلي او بترفعي رفع اثقال يعني او اوزان كبيره. فيعني انت بطله بقى. انت يعني مش بطله، دي انت بطله خارقه ما شاء الله. تحملتي على نفسك اكيد بيديكوا حاجات بقى كورتيزون وحاجات عشان ما تحسيش يعني بالقلق. بصراحه كل الشكر للفريق الطبي والفريق الاعداد النفسي. طبعا موضوع صعب جدا. طبعا دكتور سامح ودكتور لؤي ودكتور هاجد كانوا الثلاثه موجودين حريصين جدا مش عليا انا بس، ده على كل اللاعب عندنا ازاي
ما نخليهوش يبقى فيه ستريس، وكمان اعداد نفسي. الاستريس انا كان عليا كان ضغط كبير جدا، لان جد. انا طب. كنت بنافس على الذهب فجاه، ان انا كنت بنافس على فضه. انا مبسوطه بالفضه ان هي جت بعد تعب، وان انا والدتي توفت قبل ما عرفت ماتش، فلا انا مبسوطه ومستريحه. الحمد لله. الحمد لله.